الكون شاسع، إلا أن الأقدار مكتوبة على لوحات الزمن محفوظة. قصص وحكايات، منها من اندثرت مع الزمن وأخرى تحولت إلى أساطير، ومنها من لا زالت تتداولها الألسن وتعيشها الناس كذكريات. حلقتنا من برنامج مر من هنا تحكي قصة عشق بين شابة إنجليزية عبرت أمواج البحر للقاء قدرها. إيميلي كين باها كان مدير ديال الحبس من أب عن جد، ويماها كانت بنت لاخشيفيك دو كونتربيوري اللي كنهضروا عليهم دابا، راه هما دوزيام بيرسوناج في لانجلتير دابا من بعد لو روا ديالهم دانجلتير، سي لاخشيفيك دو كونتربيوري. كانوا سو تخوا جينيراسيون، ايفا وارين، ايما وارين الوليده ديالها. هذيك ايما وارين غتمرض وبنتها كانت كتعمل دي زيتود دانفيرميير، هي واحد صاحبتها غتمرض، ماشي ايما وارين اللي غتمرض، ماشي تمرض، يمن صاحبة ايميلي غتمرض، وشكون اللي غادي يقابلها؟ غتعيط لايميلي غتمشي هي اللي غتقابلها حتى غتبرى. ملي غتبرى غتبغي تعمل لها تعطيها ان كادو. لو كادو شنو هو؟ ان فواياج او ماروك. أرست سفينة إيميلي كين بميناء مدينة طنجة، طنجة الساحرة التي أغرم بها قبل وبعد إيميلي العديد من الأسماء البارزة من عالم الفن والثقافة والتاريخ والدبلوماسية وغيرها. طنجة العشق، طنجة مغيرة الأقدار، وهذا ما وقع لإيميلي كين. طنجة تجلي بالعاشقين، العاشقين للجمال بصفة عامة، جمال البحر، جمال الجبل، وجمال نسائها أيضا، وجمال سحرها. وطنجة كانت مكان لقصص عشق، أشهرها قصة الشريف الشريف الوزاني، مولاي عبد السلام الوزاني، والسيدة الإنجليزية إيميلي كين. وهذه القصة الغريبة والعجيبة التي وقعت في فترة لم يكن التواصل سهلا بين أهل الديانتين المسيحية والإسلامية، وتوجت بزواج وأبناء وأحفاد، ولا زالت سلالة إيميلي كين موجودة في طنجة وفي مناطق أخرى من المغرب. بعد وصول إيميلي كين إلى مدينة طنجة أخذت بعض الوقت من أجل اكتشاف المدينة والتمتع بجمالها وطبيعتها. بعد ذلك تمكنت من الحصول على وظيفة كمربية عند عائلة إيون بيرديكاريس، عائلة كانت مشهورة آنذاك. دبلوماسي أمريكي ذو أصول يونانية، محامي كاتب مسرحي، ولد في أثينا سنة 1840 من عائلة ميسورة نوعا ما، هاجرت إلى الولايات المتحدة وأصبحت أكثر ثراء. فملي بلغ إيون بيرديكاريس 30 من عمره زار مدينة طنجة وافتتن بها وأغرم بها وقرر الاستقرار بها في ظل الحرب الأمريكية بين الشمال والجنوب، في ظروف الحرب الأمريكية بين الشمال والجنوب. تبنى عندما استقر بطنجة تبنى العمل الدبلوماسي والعمل الخيري. هذا المكان هو مكان رأيته من الجمال
الذي في هذا المكان، وكذلك سحر المكان وسحر جماله الذي جعل بير دي كاريس يختار بناء هذا القصر الجميل في هذا المكان. فهذا المليونير الأمريكي اليوناني كما عبرتي كان له رؤية جمالية بالتأكيد حتى يختار هذا الموقع البعيد عن مدينة طنجة آنذاك في غياب وسائل المواصلات من هنا إلى المدينة، ولكن واختار هذا المكان الجميل البعيد عن الضوضاء وعن الحركة، حركة الإنسان بصفة عامة، واختار أن يستقر في هذا المكان. وهذا المكان كان مكان للحفلات الموسيقية، للقاء الدبلوماسيين الأجانب، لاستجمام أحيانا بالنسبة لزوار طنجة الذين يزورون بير دي كاريس. وفي هذا المكان التقت إيميلي كين بشريف وزان، وفي هذا المكان أغرم بها، وإن كان له لقاءات ربما قبلها، كان له لقاءات قبل هذا المكان. تذكر إيميلي كين في كتابها بأنها كانت تلتقيه مرارا عندما كان ينتقل من بيته في الجبل إلى زاويته داخل مدينة طنجة، وكانت إيميلي كين تستقر مع بعض أصدقائها في منزل بجبل كبير ما نسميه بجبل كبير، وهناك كان ترى ذلك الفارس ممتطيا صهوة جواده ينتقل، ولكن لم يثير كما تقول استغرابها إلى أن التقته في بعض الحفلات الموسيقية، ولعل الحفلة الأولى كانت في هذا المكان الجميل والهادئ والساحر. كان عندها 22 عام. لي بير دي كاريس كانوا الناس كي يجوا عندهم بزاف الصحاب، كانوا سيتي دي بيرسوناليتي ديال 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 البلاد. ومع ديك لي بيرسوناليتي كان دائما سيدي حاج عبد السلام هو الاولي كان معروض، لحقاش كان امباسادور ايتينيران، هو سيتي اون مارك دو ساجيس او ماروك. دي سواري موندين والناس عايشين وكيخرجوا بالشوفان ويخرجوا يدوروا الى اخره. ايميلي انفيتي تاير تخرج بلو شوفان، لو شريف توزان كيجي الحاج عبد السلام كيجي تا هو انتم كيجي انتم حتى الي تي فوازان، عنده دار اخرى في الجبل، كانت دار ديالو كانت فوازين ديال بير دي كاريس، وكان كيخرج تا هو بلو شوفان ويجيو الى رونكونتري ايميلي. غادي نشوفها واحد النهار بوندون حين كان عندهم واحد لا سواري، واحد العشيه، جا عنده واحد من الصحاب ديالو قال له الشريف راه تما شوف مزيان في ديك الركون راه كاينه واحد البنت كتشوف فيك كطلل عليك، مع كانوا لك لي بروبليم بوليتيك وديك الشيء. قال له فين هي؟ دار صابها هي، خلى ديك الناس كاملين ومشان عندها. انا فلان ونتي شنو سميتك؟ قالت له ايميلي كين، انا جيت مسافره للمغرب، جيت باش نتسارى المغرب ونعيش مع المغاربه ونعيش مع الناس، مع المسلمين، عرب ومسلمين. ايوا مرحبا بك، مرحبا بك. حشمت قالت له دابا ما نقدرش نهضر معاك، عندي شي شغل في 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 كوزينه ما نقدرش نهضر معاك. مهم مشات ديك العشيه، واحد النهار بير دي كاريس اتصلوا به الناس، صيفط له سيدي حاج عبد السلام واحد البرعه كيقول فيها واش يمكن لي نشوف هذيك لا دوموازيل ايميلي الراس في الراس، بغيت نهضر معاها. ايوا خمو مزيان، عاد ردوا عليه قالوا له واخا. إذا
الأمريكان حين استقرت في مدينة طنجة حبت هذه المدينة، وتطرح الكثير من يعني الأسئلة حول كيف تعرفت على شريف وزان، هذا الشخص الذي يعتبر رجل ثاني في المغرب بعد السلطان، كانت له مكانة اعتبارية واجتماعية ودينية كبيرة. فشخصية عبد السلام الوزاني تختلف عن باقي المغاربة الآخرين، فقد كان أكثر انفتاحا على الأوروبيين، له أصدقاء فرنسيين، إنجليز، فرنسيين، كان له أيضا يعني يحب يعني السهرات واللقاءات الموسيقية. حد النهار هي جلسة في الغابة ديال بير دي كاريس، كان كيعجبها تشوف لي بلانط النوار ديالنا، ما كانش بحال هذاك ديال لانجلتير، تشوف لي كولور، كتشوف بزاف ديك الكولوريسم في الشكل. هي باقا كتحادي هيدا واحد الوريقة وكتسمع موراها واحد شوفال، باش تعيطوا له، واحد العود، واحد العود ما جي طراق 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 طراق، وقفت طلت كتشوف ديك السيد اللي فتشت عليه ملي شافته وهي كتفتشي عليه فين في المدينة، كتدور في المدينة، كتدور كتهضر، عجبها المغرب، كتهضر مع كل شيء وهي كتفتش على ديك السيد. دارت صبته هو، سلمت عليه، قلت تحت واحد الشجرة عندنا الطابلو ديالها مصور واحد الإنجليزة، قلت تحت الشجرة كيهضروا على الدنيا ويهضروا على لانجلتير ويهضروا على المغرب وعلى الإسلام وعلى كيفاش نتوما كتعملوا في الإنجليز وحنا كيفاش كنعملوا. قال لا أنا مجوج، عندي 3 دنسة وساكن في وزان، ودابا كتخمم كتقول مع راسها على الله ما يقوليش نتزوج معاه، كيعجبني ولا إني إيوا. بدا كيهضر معاه، جا وقال لا وأنا ما نكذبش عليك، بغيت نتزوج بيك. غادي طلبة 6 المرات، وكل مرة كتخاف منه وتخاف غتزوج بمغربي وعارفة ديك الناس، وفي نفس الوقت عارفة عنده 3 العيالات، دونك كيفاش غتزوج؟ وهذا الزواج في البداية بالتأكيد كان بالنسبة إليها أمر ليس من اليسير، أن تقبل بالارتباط بشخص مسلم وليس شخصا عاديا، هو زعيم طائفة، زعيم زاوية لديه عشرات الآلاف من الأتباع، يمثل له نفوذ ديني وروحي، ويمثل في النهاية رجل دين داخل المجتمع المغربي. ولكن فيما بعد ستشعر بأنها تميل إلى هذا الشخص، وبأنها أكثر من ذلك كما صرحت بأنها لا يمكن أن تعيش بدونه. قالت كيفاش غتزوج بيا وأنا عندي وأنت عندك 3 نساء، واش أنا نقدر شي واحدة أخرى تشوف فيك، تشوف لي في الراجل ديالي؟ جاوا قال لا ما تضرب حسبة، هادوك غادي نخليهم تما وانتينا غادي تعيش هنا في طنجة. قبلت حيت عجبها بزاف. شنو اللي عجبها فيه؟ ديك لا مونتاليتي ديالو، هو كان تري مودرن، كان كيستقبل بزاف د الناس، كيعجبو يهضر، كيعجبو يغني، كيعجبو الاله، كيعجبو مهم تزوجو. قبل ان تلتقي ايميلي كين بشريف وزان خلال حفلات ايون بير دي كاريس، كان عشقها سابقا لذلك، وإعجابها بذلك الرجل كان واضحا، فكتبت في كتابها: أقول من كان إذن هذا الرجل الذي استهوى قلبي؟ كنت غالبا ما ألتقيه وهو قادم من المدينة أو عائدا إلى الجبل، حيث كنت أمكث مع الصديقات، ثم قيل لي إنه شريف وزان الأكبر. لم يعني لي هذا الأمر شيئا حينها، ثم تعرفت عليه أكثر أثناء بعض الأمسيات الموسيقية التي كان يحضرها. لقد أعجبت به حقاً، حيث وجدته مختلفاً عن الرجال المغاربة المعدودين الذين كنت أعرفهم. لكنها ستجد صعوبات وعوائق، لأنه الأب ديالا، أبوها الذي كان يعمل في سجن ببريطانيا، كان معارضا لهذه الفكرة، واقترح لي حتى في آخر لحظة يعني أن تهرب على مركب كان في خليج طنجة، لكنها كانت قد وعدت وقالت بأنها لن تخلف يعني هذا الوعد، لأنها قطعته وكانت مقتنعة وذهبت معه إلى العدلين، وثق عقد الزواج، وبعدها تم توثيق الزواج باعتباره زواجا مدنيا في المفوضية البريطانية بحضور السير جون دورموند هاي.
وفي هذا الصدد كتبت إيميلي كين في كتابها كتاب حياتي، تقول: كان الجو صبيحة يوم 17 يناير 1873 سمحاً طليقاً، أتى والدي إلى غرفتي في وقت مبكر جداً وناشدني للمرة الأخيرة قائلاً: إني إن أردت التراجع حتى في تلك اللحظة فأنا لي عدة أصدقاء وبإمكانهم مساعدتي في الوصول إلى مركب كان يرسو حينها بالخليج، ومسألة التنكر من السهل تدبيرها. لكن توسله مع ذلك ذهب أدراج الرياح. قلت له: أبي، إني قطعت وعدا وأنا على أتم الاستعداد للوفاء به، سواء تعلق الأمر بسعادتي فيما يقبل من الأعوام أم غير ذلك. جوجو، فين جوجو؟ جوجو عملوا العرس ديالهم في لوتيل فيلا دو فرانس ديليوما، كانت لوتيل فيكتوريا. تما عملوا العرس، وقال لك طنجة كانت مقلوبة، الناس في السطيحان كي 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 زغرتو، الناس كلشي فرحان، سيدي حاج عبد السلام جواج. النهار اللي غادي يجوج بها ويدوز ديك العرس وديك الكيفية وإلى آخره، غادي يجيو الناس وغادي يبقاو يتعلقوا فيه، وهي غادي يهملوها ما باغيينهاش، وغادي يدور فيهم هو وغادي يقول لهم: إما تحترموها بحال اللي كتحترموني ولا بعدوا عليا، وغادي يسميها الشريفة دوزان. وهي بديك الساعة سي لو باكت مورال بينه وبينها، بأن أنت غتولي طرف مني وغتلعب الدور ديالي، وغادي فين ما مشينا أنت الشريفة دوزان، وخصك المعاملة ديالك الناس، خصك التصرف ديالك، اللغة ديالك، الكلام ديالك، خصك تدخل في الطقوس ديال دار الضمانة. فهم بأن دار الضمانة راه هي ها شنو هي وها شنو الكريدو ديالها وإلى آخره، وغتبدا هي كتكتب وكتقول: كنت كنستقبل بعد مرات 20,000 الناس في النهار ديال الزوار اللي ماجيين يزوروا الشريف. فهمت إيميلي كين شريفة وزان آنذاك مسؤوليتها تجاه زوجها وتجاه دار الضمانة، فقالت في كتابها: يعتبر بيت شريف بمثابة حرم أو زاوية يتوافد عليه أصناف من البشر من كل حدب وصوب ومن شتى الأقدار والمراتب، ناشدين قضاء حاجاتهم المختلفة. هؤلاء اللاجئون وأصحاب الحاجات يمكثون لمدد متفاوتة تتراوح بين عدة ساعات أو عدة أشهر حسب الوقت الذي قد يستغرقه إسعاف طلباتهم. فقد تأتي امرأة أو زوجة تتوسل الإفراج عن ابن أو زوج مسجون، وقد تأتي أخرى لتشتكي من سوء معاملة أحد الأقارب. من بين الشروط التي يعني كانت في العقد وأنه يعني لا يجب أن يطلقها إلا بإذنها، كما أن في الجانب الآخر يعني مولاي عبد السلام اشترط شرطا واحدا اللي هو أساسي، وهو أنه في حالة ازدياد الأولاد يتربوا بالطريقة الإسلامية. إذا هذا كان أهم شرط بالنسبة لي له، وخاصة أن الأبناء ديال إيميلي كين مع زوجها كان ذكور، كان عندنا جوج يعني علي وأحمد، فهي لم ترزق بالإناث. وعلى ديك الكارت صداقة كان عن فولي كود دو لا فامي ديوم، ياك مدونة الأسرة اليوم. وفي 1873 الشريف ومراته طبقوا المهاليم والفصول ديال المدونة ديال الأسرة اليوم. سيتي ان فيريتابل كونترا دو مارياج، ماشي ان اكت دو مارياج، ان كونترا دو مارياج اللي فيه غنجوجو هاتك خلي داكشي تصداق والى اخره، الا دخلنا حتى في الاتفاقيه اللي غتصلح الحياه كلها، بان الاولاد اللي غادي يخلقوا غادي الاولاد الاولاد غادي يكونوا مسلمين، والبنات الا خلقوا بنات غادي يخسروا الديانه ديالهم ملي يوصلوا للماجوريتي،
ربي ما يعطيهمش البنات، غتخلق بنت مع مولاي احمد التوام، البنت غتموت والولد غادي يبقى، غادي يبقاو جوج الاولاد، وديك الاولاد غادي يوليو ماشي مسلمين، مسلمين دو ريكونيسون تو لو مون، القدوه والاسلام والعبادات والناس كتحترمهم والى اخره، ويزون بيربيتوي سلا. كانت هناك صعوبات في البدايه طبعا كاي زواج، كان هناك معارضه لبعض ابناء مولاي عبد السلام خصوصا الابن الاكبر العربي، ولكن اخوه مولاي محمد يعني عامل منذ البدايه بلطف، حتى العربي يعني في النهايه سيتحولان الى صديقين، يعني مع المده يعني هذا الرفض وهذا سوف يتحول الى قبول. بعد زواج إميلي كين بشريف وزان استقرت بدار البارود، وكان ذلك أول منزل لها. سكنوا في دار الضمانة ديال دار البارود، حيث كانوا جوج دار ضمانات، كان دار البارود فين كان ساكن هو في الأول، وكاينه دار الضمانة هنايا ديال مرشان، عليها الكتاب أنا اللي كتبت سميتو دار مرشان. كانوا جوج دار ضمانات، علاش؟ نهار اللي جوجو ولدت جوج الاولاد، الاولي مولاي علي، مولاي علي بعد ما جات سكونيه في الدار حتى قلبت الدنيا كامله، جابت ديكشي ديالها، جابت كوزيني اسبانيولي، المراه اللي كتكون معاها ديك لا فام دو شامبر ديالها انجليز، وعادي ان شاء الله النساء اللي كانوا مدورين بها. هذيك الدار تما تسكن سي لو ستيل اونغلي. لو ديبي ديال لا كونستركسيون سيتي بور ان اونغلي كي فولي ريزيدي، كان بغا يسكن في طنجة. ومن بعد غادي يديها منه الشريف باش ايميلي غاتسكن تم. وهذيك الدار غاتعيش لحظات في التاريخ فين غادي يجيو صحفيين كبار وشخصيات سياسيين ديالك كلهم غادي يجيو عندك الدار. وكاين بعد منهم بالوثيقة كيفاش كاين استقبال، كيفاش كيهضروا، حيت اللي كانوا كيدخلوا للمغرب طنجة هي باب المغرب. نتواجد الآن بدار الضمانة، دار مرشان. بيت البيرو، هذا البيرو بالحق كتعقل دابا كتفكرني، حين كنا باقيين صغار وهنايا في هذه المنطقة هذه كنت كتجلس دائما مع دادا أمين. كان الفراش ديالها هنا. كان الفراش ديالها هنايا دائما معاها. الفراش هذا ماتت. ما كانتش وفات. اكزاكتومون. وهذا البيت كان كي كان كي كان طارب تما. وكيقول لي عقلي كبير هذا البيت. كنا كنتغداو. ايوا النهار اللي جاب عمي الله يرحمه باك. جاب التلفزيون. جاب التلفزيون. ايوا قلنا جاب التلفزيون. التلفزيون. سي كيل اني؟ سي 67. ان 67. دايوغ 67 حلت ار تي ام. ار تي ام ان 67 جاب لا تيليفزيون وكتشد بمفتاح. كنا كنشبروا في الصباح. ايوا عيطوا لنا قالوا لنا عمي كريس راه هو شرا التيليفزيون اجوا تشوفوا كلتم. وهاد البيت كان حامر. الخميس كنا كنقولوا وحنايا الصغار كيجلسونا شي معاهم، حنايا كلشي في الباب كنطلعوا على ام كلثوم كتغني، وانا كنعمل في حاله زعما بديك السبنيه هيدا. عمتي حبيبه وبا عمو الوليد الله يرحمهم كاملين. مشاو بزاف ديال الناس مشاو زعما. با مال. والحمد لله اللي حنا مجموعين وكنتغداو سكسو هنايا تو لي فونتغودي، كنجيو نهار الجمعه وكنترحموا وغراساتو عاود حتى هو اللي كتجمعنا هنا في الدار. وانا عاود كنجمعكم في الدار ديالي. كتعيطوا في التليفون حنا موجودين. الحمد لله. من بعد رجع بيرو الوليد، رجعوا بيرو لي زاني 80 85 86 87، غلفوا كامل بفرشي، عمل كل شيء، عمل المقر ديالو بيرو هنايا حيت كان كيعجبو يكتب بزاف. كان كيكتب عمي كيكتب. كان عنده لي زاسوسياسيون كان هذا. دابا هاد الدار كانت تهضر. اش من لي كونسول واش من لي زامباسادور جاو لهنا. حضرنا حوارا كله شجون، ذكريات تجر اخرى، فهذا ليس بمكان فقط بل هو روح. هنا طبق ثاني. هادي ديال كنا دابا على الطبق الاول، دابا الطبق الثاني. هذا ديال ايميلي،
دار البيانو ديال إيميلي كانت كتعزف فيه، وهذا كان في الدار الأخرى ديالها، حتى هذه ماشي الدار ديالها، هذه الدار ديال مولاي علي ديال ولدها كانت كتعزف فيه. حنا جبنا لها هنا بور ريستوري، و سي سا دا دوبوي 1800 التاريخ ديالو 1800 عاد كان جبتو معاه من لونجلتيغ. وهنايا حتى الحل ديال 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 يعني وسط الدار هذاك، هنايا كانوا ملي كتكون شي عرس ولا شي ليله الاله ولا شي حاجه، الناس كيكونوا العيالات هنا كيطلعوا على الرجلة لتحت. رفقة الشريف، تشرفنا بالقيام بجولة بدار الضمانة، واستعدنا معه تفاصيل ماضيها. على هنايا سي هذه الصالة الكبيرة ديال الدار، كنعيطو لها القبة، هنايا كتكون شي حفلة ولا كيجيو الناس لهنا، هي كتكوز بزاف ديال الناس. ألوغ هنا كانت قبل 1940 1939 كانوا هنا كندخلوا يعني الوالد ديالي وعمي داسا بهم دخلوا سكنوا في هذه الصاله هذه، كانوا ساكنين، كان هذه البنت ديال العاز ديالهم يتمني جوجو، دخلوا الدار ساكنين مع والديهم في هذه الصاله هذه، كان واحد تما واحد هنايا واحد لها، كانوا ساكنين كيسكنوا مع بعضهم، كان سيباراسيون، كان سيباراسيون ديال الرويقان. وهذه التصويره ديال الحاج عبد السلام هذيك لي ميداي ديالو وداكشي ديالو، واللي حداه مولاي علي هذا الفيس، واللي حداها ديال مولاي علي كان كبير شويه في السن. وبالرغم من استقرار شريفة وزان أميريكين بمدينة طنجة، كانت لها زيارات عديدة إلى مدينة وزان خاصة في بعض المناسبات. أميريكين سوف تزور يعني وزان لفترات طويلة يعني حسب المناسبات، بين المناسبات التي زارت فيها وزان كانت يعني عقيقة ابن مولاي عبد العزيز اللي هو أحد أبنائه الكبار اللي هو العربي، فلما حضرت هناك يعني بقيت يعني مدة طويلة، يعني عملوها باحترام، خصصوا لها يعني بيتا ملائما، أثثوه بفراش أوروبي، يعني أحست وكأنها جزء من هذه العائلة، وهذه العائلة بالفعل يعني تعاملوا معها يعني باحترام وبتقدير وأحبوها. ملكين حينما كان هناك يعني تحضير لزفاف للهيبة، كان ضروري أن يذهب أحد ما إلى مدينة فاس لكي يأتي يعني يشتري حاجيات الهدايا إلى غيرها، فإيميلي هي التي تكلفت بهذه المهمة واقترحت على شريف وزان أن تذهب رفقة ولدها علي، فشريف وزان شجعها ويعني اقترح عليها الأوروبيون على الأقل أن تلبس اللباس الأوروبي، شريف وزان رفض وذهبت يعني بلباسية. تصوري أنه من طنجة إلى القصر الكبير دامت رحلته 11 يوم، أينما حلت إلا والمغاربة يتهافتون عليها ويضيفونها ويطلبون منها أن تبقى مدة أطول. من القصر الكبير اتجهت إلى مدينة فاس. حينما وصلت إلى مدينة فاس يعني استقبلت يعني كما تحكي هي، يعني فاس كانت مكتظة، الأبواب ليس هناك ممر يمكن أن يمر منها الحصان الذي كانت يعني تركبه، فهي أيضا كانت تمتلك نوع من البركة، بركة التي منح عليها الشريف. من المعروف أن إيميلي كين رزقت مع سيد الحاج عبد السلام بولدين، مولاي أحمد ومولاي علي، إلا أنها كانت تربطها علاقة عاطفية وحميمية مع ابنة شريف وزان للهبة. كانت لها علاقة يعني حميمية خصوصا للهبة، حتى أن للهبة يعني توفيت لأنه هي حضرت وفاة للهبة، كانت في منزلها، فقبل أن تتوفى يعني في تلك الليلة يعني كانت تتألم من بطنها، فيعني بقيت معها إلى حدود الساعات الأخيرة وأعطتها بعض العلاجات، فيعني تحسن حالها ونامت، واستيقظت إيميلي كين على أصوات الصراخ يعني قبل أن يبزغ الفجر، وكان الحدث هو وفاة للهبة. يعني هذا الحدث أثر فيها كثيرا نفسيا كما أثر في زوجها، ويعني تحدثت يعني عن هذا الموضوع بطريقة يعني فصلت فيه،
ولالة هبة كما تذكر إيميليكين يعني أصيبت بمرض الحصاف يعني يصيب الجدار الداخلي للبطن وتوفيت يعني به. وهذا العشق الذي كان موجه فقط لشخص شريف الوزاني سرعان ما سيتوسع ليشمل الإنسان المغربي بصفة عامة وخاصة المجتمع الطنجي، ولذلك سنجد بأن إيميلي كين سرعان ما استطاعت أن تتعلم العربية وتتقن الحديث بالدارجة الطنجاوية، وإن كانت كما تقول بلكنة إنجليزية تثير بعض استغراب الأطفال، ولكن اندمجت في المجتمع الطنجي وبسرعة توطدت علاقتها مع النساء الطنجيات وأصبحت تستقبلهن في بيتها وتقيم لهن الحفلات والمآدب، وسرعان ما تعرفت على العادات الاجتماعية. دونك ولد ذيك الولد سيدي حاج عبد السلام عنده مولاي علي تري بو دو طون ابري ولدت مولاي احمد بدات كتربيهم على الطريقه الاسلاميه، الا ما صلاو شي ما يجلسوش يتغداو ما يجلسوش يتعشاو. جابت لهم الفقي، هما كانوا في مدرسه فرنسيه، جابت لهم الفقي اللي كيعلمهم القران اللي كيحفظهم باش يصليو، والعادات ديالهم ديال المغاربه كانوا حافظينهم كاملين. كانت كتعيد العيد الكبير العيد الصغير. والواقع انها اغرمت بهذه العادات الاجتماعيه، وملاحظتها في الغالب هي ايجابيه حول هذه العادات، سواء عادات الزواج، عادات الضيافه، المائده المغربيه، بعض التقاليد او ما سميتها هي بالخرافات او التصورات التي كانت لدى الإنسان المغربي ولدى فئة النساء بالخصوص. فإذا هنا إيميلي كين انغمست داخل المجتمع المغربي وخاصة المجتمع الطنجي، وأصبحت علاقتها وثيقة جدا بالمسلمات المغربيات ونالت احترام كبير جدا، حتى هي تذكر بأن النساء كنا يعاملنها معاملة بتقدير كبير واحترام يفوق التقدير. وفي ذلك الكتاب ديال إستواغ دو مان فيه عنده في الديخنيغ باج واحد 20 صفحة كلها شنو هما المعتقدات المغاربة اللي اليوم كنتعاملوا معها احنا كشباب. احنا كنمغاربة اليوم كنسمعوا بعض العوائد ما تغنيش في البانيو، ما تعملش في الحمام، ما تعملش هذا، الخياطة ما تخيطش في الساعة الفلانية، ما تطيبش هذه. 20 صفحة كتقول للمغاربة شنو هما المعتقدات ديالهم، لي سوبرستيسيون ديالهم، كل ما عملناهم تم. واش حنا اليوم بالكتاب ديالنا نفهموا شنو هما العوائد ديالنا اليوم؟ إيميلي كين يعني بعد زواجها من شريف وزان قامت بأدوار اجتماعية طلائعية في طنجة وفي المغرب بصفة عامة، فهي كما تذكر في كتابها هي من أدخلت التلقيح إلى المغرب، وهي من علمت الأمهات المغربيات كيف يحممن مواليدهن. دونك ولد ذيك الولد نهار اللي ولداتو بيان سور مولاي علي سيدي حاج عبد السلام عنده مولاي علي، ديك ثلاث ايام ولا اربع ايام فاش ولداتو نهضت تغسل له بحال اللي كيعملوا عندهم، هي غتنوض تغسل له ونهضوا ديك النسات اللي كانوا مدورين بها كيغوتوا. ايميلي سنيورا كانوا كيعيطوا لها سنيورا حيت كانت طنجه اسبانيزونت كيهضروا بزاف بسبانيولا سنيورا بغات تقتلنا مولاي علي، سنيورا بغات تقتل مولاي علي. في الاول خافت، من بعد بدات كتضحك معاهم، قالت لهم حنا الدراري ديالنا كنغسلوا لهم، ها علاش؟ بدات كتقول لهم كاين الميكروبات وكاين. ديك العهد هذاك كانوا النساء ما كيغسلوش الدراري في الاول، كيدوزوا لهم زيت العود ويعملوا لهم الحنه وكانوا كيلويوهم بحال دي مومي يلويوهم. مهم علمت ديك النساء يغسلوا الدراري ديالهم. كانت السيدة التي أدخلت التلقيح ولقحت آلاف الأطفال وآلاف يعني المغاربة والمغربيات، يعني لتجنيبهم مخاطر هذه الأوبئة الفظيعة التي كانت منتشرة حينذاك في طنجة. إيميلي في ديك الساعة دخلت
le vaccin جدري انتيباريوليك. باش نقول لك داوات ألوفات الناس. الفاكسان كان موجود في الباستور، ولكن الناس كانوا كيبغيو يجيو يعملوا الفاكسان عنده باش يديو البركه بلوس كو لو فاكسان. فتحت واحد المدرسه ديال النساء، تعلموا يطيبوا، تعلموا يقراوا، تعلموا يقابلوا الدراري. جات فرنسا عطاتها لا ليجيون دونور، كونسولا دو فرانس عطاها لا ليجيون دونور لويسام جو بونس كو لويسام. و هنايا في المغرب عطاوها لويسام العلوي. هذه في مكشن غترد هذه لا بروميير ايكول دو فيي مسلمان غتكون هنا في طنجة وفي المغرب والى هذه اجنبيه في مسلمان باش يتعلموا الاسلام ويتعلموا هذاك والى اخره. دونك ديك العيشه اللي عشتها ان طونك مسلمان لان ترجع لبلادها كلكو زاني ابخي المارياج غترجع لبلادها. والديها غادي يموتوا هي 3 سنين 4 سنين من بعد الموت ديال الزواج ديالها. دونك ربما بالغبينه ديالها غادي تمشي لانجلتير غتقول انجلترا ماشي بلادي وغترجع بحال المغرب وغتعيش 71 عام. خطر في بال إيميلي كين فكره، تدوين سيره حياتها، My Life Story، كتاب حياتي. فكتبت إيميلي كين حياتها باللغة الإنجليزية، كتاب يعتبر الوثيقة الوحيدة التي تركتها إيميلي عن حياتها، عن عشقها لشريف وزان، عن عشقها للمغرب، للطنجاويين، لعادات المغاربة وتقاليدهم، وأيضاً عن الصعوبات التي واجهت زواجها. كتاب يعتبر تحفة حقيقية ومرجعاً أساسياً يؤرخ للحقبة التي عاشها المغرب آنذاك. كتاب حياتي يجمع تفاصيل عديدة. أول كتابة له كما قلت كان باللغة الإنجليزية، ترجم بعدها باللغة الفرنسية ثم باللغة العربية لتعميم المعرفة على الجميع، للتعرف على هذه الشخصية الفريدة وعلى عصرها. الكتاب الذي هو قصة حياتي يجمع بين الجانب الأدبي والجانب التاريخي والاجتماعي، فهو من جهة يعني سيرة ذاتية مكتوبة بأسلوب أدبي جميل راقي بأسلوب سلس ومميز إلى آخره، ومن جهة أخرى هو شهادة تاريخية ثمينة على الأحداث التاريخية التي عرفتها تلك الفترة، ويعني وعلى ذلك العهد الذي تميز بالقلق والاضطراب والتي عاشته إيميلي كين بكل إيجابيته وسلبياته. الكتاب أيضا يعتبر شهادة ثمينة من إيميلي كين على شخصية شريف وزان وعلى نمط حياته وعلى اختياراته السياسية والاجتماعية إلى آخره، ويعرفنا على النفوذ الهائل الذي كان للزاوية الوزانية ولشرفاء وزان، النفوذ الروحي الهائل الذي كان لهم في ذلك الوقت على يعني مدى تعلق المغاربة بالزوايا وبالشرفاء وبالبركة إلى آخره. الشخصية لم تحظى باهتمام واسع من الكتاب سواء الأوروبيين أو المغاربة، فلو أنها لم تكتب سيرتها ربما لم نكن سنعرف الكثير عن هذه السيدة في حتى الاستوغرافية المغربية، الكتابة التاريخية المغربية هي لا تذكر حتى اسم هذه الشخصية، هي تذكر فقط بأن شريف وزان ارتبط برومية بسيدة إنجليزية فقط. وحتى في كتاب حتى في كتب الأنساب، أنساب الأشراف، يذكرون مثلا عندما يتحدثون عن شرفاء وزان يذكرون أبناء الشرفاء وأمهاتهم،
ولكن إيميلي كين مثلا فضيلي في الدورة البهية يذكر بأن الشريف عبد السلام الوزاني لديه ابنين من امرأة أخرى فقط. فإذا هي في الحقيقة أنقذت سيرتها بهذا الكتاب، وهو كتاب غني ومفيد جدا وينبئ عن مقدرة كبيرة في السرد والوصف لهذه السيدة. أعتقد أنها كاتبة من الطراز الرفيع. أولا النص يحمل الكثير من المعلومات، ولكنها منسقة ومكتوبة ومصغة بشكل ينبئ عن قدرتها الأدبية واللغوية كذلك، سواء في مجال الوصف، السرد، حكاية الأخبار وغيره. النص هو عبارة عن، إذا أردنا تجنيس النص يصعب لأنه خليط، هو يشمل السيرة الذاتية، يشمل مذكرات، يشمل كذلك الرحلة أو مجموعة من الرحلات التي قامت بها. فالنص هو كشكول مفيد جدا لأنه يغطي مراحل مهمة من حياة هذه السيدة، وأعتقد أنها تحدثت عن ثلاث مراحل من حياتها، لأن حياة إيميلي كين يمكن أن نقسمها إلى أربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل الزواج بالشريف عبد السلام الوزاني، وهذه المرحلة هي غامضة لا نعرف عنها الكثير، فقط نعرف بأنها جاءت إلى طنجة لا ندري لماذا، بالتأكيد هناك أخبار متضاربة حول قدومها، ولكن يكفي قدومها إلى طنجة بالنسبة لي أعتبرها كان شجاعة، أعتبره كان شجاعة كبيرة في تلك المرحلة، لأن ليس من السهل أن تغادر وطنها وتأتي إلى بلد مختلف من حيث الديانة، لديه صراعات آنذاك مع الدول الأوروبية، وتستقر في داخل هذا المجتمع، ومن خلال ما مرت به ومن خلال ما كتبته يتظهر بأنها كانت ذات شخصية قوية وتتمتع بالكثير من الحكمة والرزانة وكذلك الكثير من الذكاء. يبدو أن التأريخ والكتابة والتدوين هو عادة في سلالة إيميلي كين. اليوم مع السيدة أسماء شريف دوزان، إحدى حفدات إيميلي كين وشريف وزان، وتعيد القصة من جديد، فهي بدورها كتبت كتاباً عن دار مرشان. فماذا يحكي هذا الكتاب؟ ما هو مضمونه؟ الكتاب هو سفر في الزمن يروي حكايات مرت بين جدران دار دمانا، يعرفنا بشخصيات مرت ولن تعد، إلا أنها تركت بصمتها. كتاب يسرد قصصاً ويوثق لتواريخ ولأحداث. Dans ce petit livre d'Dar Mershan, comme dirait Marguerite Yourcenar, l'avenir se nourrit du passé. C'est ce qu'on appelle la tradition. Pour vous et pour moi, je pousse délicatement le voile qui, depuis des années, préservait ma vie de petite fille dans un milieu qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je vais vite vous donner un aperçu du lieu. Plus nous avançons en âge et plus nos souvenirs d'enfance qui dormaient gentiment en nous émergent. Quant à 84 ans, ma grand-mère maternelle évoquait en détail le jour où sa maman lui avait percé les oreilles pour lui faire porter son premier bijou. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, je la couvais d'un regard étonné me disant « Quelle mémoire !» Aujourd'hui, je me rends à Dar Dmana. Combien de souvenirs d'enfance me reviennent ? Ayant vécu dans un milieu assez particulier, j'ai pensé partager avec les amis et la famille qui me liront des moments fantastiques. Un rappel pour ceux et celles de ma génération, une découverte de tradition pour nos jeunes dont la vie est tout autre à l'époque actuelle. Dar Dmana, ou maison de garantie, était et est encore aujourd'hui une maison qui joue un rôle humain et sociale très important. Elle était connue pour ses services gracieusement rendus aux démunis et aux persécutés qui s'y réfugiaient. Dar Dmana leur venait en aide. C'était au grand shérif, propriétaire de la demeure, de plaider leur cause.
Situé sur le plateau du Marchand, l'un des plus vastes rochers, en plateforme, le palais des Chorfadwezan fut construit en 1901, équivalent à l'an 1320 de l'Hégire. هي حتى في نهاية يعني بعد وفاة زوجها قامت بزيارة ثانية إلى إنجلترا، لأن كانت قامت بزيارة أولى عندما يعني مع الشريف وزان، ويعني وعندما توفي زوجها يعني ونظرا لبعض الظروف مثل وفاة حفيدها إلى آخره، نصحها الأطباء بتغيير الجو فسافرت إلى إنجلترا. هناك تقول بأن أحسست بالغربة عندما ذهبت إلى إنجلترا، أحسست بالغربة وتاقت إلى بلدها الثاني المغرب، ولم تطق العيش في إنجلترا التي هي البلد التي ترعرعت فيه ونشأت فيه، بلد آبائها وأجدادها، وعادت إلى المغرب. إيميلي، بزاف ديال الناس كيقراو أو كيسمعوا بأن إيميلي ماتت مسيحية. أنا نقدر نقول لك حيت أنا من العائلة وحيت أنا كنت صغيرة وكنسمع النهار اللي كانت كتموت، راجل عمتي شيري بن عبود ديال تطوان قال لي وأنا عندي 15 عام، قال لي شريفة، كان كيعيط لها شريفة، هو شريفة ما ماتتش مسيحية. كنقول له با عمو الناس كيقولوا لي جداتك ماتت مسيحية، قل لي، كيقول لي أنا اللي كنت حاضر، بغاو يجيبوا لها الرهيب ما بغاتش، هي كتموت وهي كتشهد، هي كتموت وهي كتشهد حتى ماتت. بعد وفاة إيميلي كين شريفة وزان ورا جثمانها بمقبرة الشرفاء الوزانيين بدار الضمانة بدار مرشان إلى جانب عائلتها وأبنائها. يسقطوني الناس واش تم مخياج دموه، كنقول لهم سي تم مخياج دموه، ما يمكنش يكون زواج بدون حب وغتعيش في المغرب 71 عام وغتبقى معاه حتى اللحظه الاخيره. امرأة قدرها غير مصير حياتها، غير قناعاتها وجعلها تعيش حيوات لم تخطر ببالها يوما لا في اليقظة ولا حتى في الأحلام. وهذا كله قدر العشق، عشق إيميلي لشريف وزان وعشقها للمغرب ولمدينة طنجة.